متزوج أم لا؟ نعم نعم. متزوج؟ عندك أولاد؟ عندي بنتين. بنتين؟ تخبرنا أسمائهم ولا لا لا ما أشياء خاص. أنا دخلت البرنامج وخلي هالأمور برا عن السوشيال ميديا. حبايبي هذا أنا طبعا مقابل ما أحد قبلي يعني سأل راجل، ولكن كثير ناس بيحبوا يسألوا عن راجل لأنه هو حبايبي يعني بدون مدح يعني يعني هو من المشاهير تيك توك يعني هو مشاهير تيك توك يعني أنا والله ما أحس عمري مشهور ولا شيء. واحد بالناس اللي يفتح بث وأحب أتعرف على الناس اللي غيري. الله يرضى عليك ويبارك فيك. طيب راجو يعمل غير تيك توك؟ لا تيك توك فقط. تيك توك. سؤال طبعا لك أن تجيب ولا تجيب. راجو مليونير ملياردير؟ هاي هذا يقول ملياردير. لا عارف انت حالك. لا حبايبي انا يعني طبعا الاسئله اللي عم توردنا يعني لو اني اشوف لك هذا راجل يعيش في دوله عربيه ام غير عربيه الان؟ غير عربيه بدون تحديد حبيبي، لانه هو له ان يجيب ولا ما يجيب. نعم. كم عمر راجل؟ 40. 40 سنه حبايبي. لا يا شباب ما تريد تتزوج مره ثانيه راجل؟ والله في ناس كثير في البرنامج هذا يبغى يقنعوني، بس في تحريات يعني موجود بعدين بيصرخ لي بالخاص. نعم نعم نعم. شوف عطاني على طول. لا 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 بس في